السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم جميعا بفيديو جديد. فيديو اليوم عن بعض المصطلحات الخاصة بفيروس كورونا بناء على طلب المتابعين. كورونا فيروس جملدة كورونا فيروس فيلي حالات فيروس كورونا المسجلة انفيتسيات مصاب دي انفيتسياتن المصابون دي ابيديمي الوباء كورونا فيروس فيلي الحالات المصابة بفيروس كورونا دي انفكسيون العدوى دي موند شوتس ماسك واقي الفم أو الكمامة داس ديس انفكسيونز مثل أدوات التعقيم دي إيمونيتيت المناعة دي آتم نوت ضيق التنفس داس عفوا داس إيمون سيستيم الجهاز المناعي دي كفارانتين الحجر الصحي دي لونغن انتسندون التهاب الرئتين داس هند واشن غسل اليدين دي هيجين النظافة دي كرانكهايتس سيمبتومه أعراض المرض أنشتكند معدي مثال Ist diese Krankheit ansteckend؟ هل هذا المرض معدي؟ Die Risikogruppe الفئة المعرضة للخطر بمعنى كبار السن المعرضين للخطر Die Ausgangssperre حظر التجول Der Handschuh قفاز اليد دي انكوباتسيون حضانة المرض بمعنى لما حدا يعطس أو يسعل قدامك وما يبين عليك لا سمح الله إذا كان هو مصاب ما يبين عليك لبعد 14 يوم لا سمح الله. هذا كان فيديو اليوم، شاركوني آراءكم استفساراتكم وأي اقتراح جديد عندكم. شكرا للجميع والسلام عليكم.